تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة اطلع جلالته أيده الله على الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، مشيدا بما تشهده من رقي مستمر في مجالات التسليح والتدريب. كما أثنى جلالته على حسن تنظيم حفل تخرج الدفعة 15 من مرشحي الضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من جلالته أيده الله، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد وحمل الأمانة المشرفة مع إخوانهم البواسل. وأشاد رعاه الله بما تشهده قوة دفاع البحرين من برامج ودورات متخصصة في كافة المجالات والتزود بأرقى العلوم العسكرية على أيدي أفضل الكفاءات من المدربين وبأحدث السبل المتطورة، إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات من خلال التمارين العسكرية المشتركة التي تجرى باستمرار مع الدول الشقيقة والصديقة، معربا عن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل الذين سطروا أسمى قيم الولاء للوطن وما يتميزون به من شجاعة لتنفيذ المهام المناطة بهم بأعلى درجات الإقدام والانضباط، فهم موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها دائما، شاكرا جلالته لهم جميعا الجهود التي يبذلونها بكل عزم وإخلاص حماية لنهضتنا الوطنية الضافرة التي حققها أبناء البحرين بتكاتفهم وتعاضدهم معا، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.